قوة وجوه المشايخ الدروز اللي تعرفت عليهم من السنين هيدي وجمالهم واندفاعهم. وافقوا المشايخ وسمحوا لي بالتصوير، نقيت تقنية الكولوديون الرطب. الكولوديون الرطب تقنية بترجع لل 1840 تقريبا، اخترعها فريدريك سكوت ارشر الانجليزي وداجير بفرنسا. في كثير ناس بيجوا خاصة الجيل الجديد بيطلعوا على الصور بيفتكروا عم يشوفوا صور مدقورة يما انعمل ريتاتشنج بفوتوشوب. كان يعني عندي نوع من الحنان لطريقة العمل القديمة يلي اليوم اي بروجرام مثل الفوتوشوب يما فلترات انستغرام بيجوا بلوثوا شيء اسمه التصوير. ان شاء الله بمعرض بالسنة سنتين نقدر اجي اقدم للشعب اللبناني كافة التصوير لمشروع جديد للبنان كله.